من الفوائد التي ذكرها أهل العلم، قال ابن بطال: فيه أن للرجل أن يوقظ أهله بالليل لذكر الله والصلاة. ما معنى هذا الكلام؟ كلام واضح. أريد منكم البيان، نعيد. قال: فيه أن للرجل أن يوقظ أهله بالليل لذكر الله والصلاة. تفضل. عند السحر يذكرهم ويخليهم يستيقظوا، لأن هناك في استجابة الدعاء. نعم، فإذا من كان صاحب دين فعليه أن يتعاهد أهله بذكر الله وبالصلاة وبالصيام وبالقيام. هو أنفسكم وأهليكم نارا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فإذا هذه ذكرى أخرى.